حضرتك وجزين تحكي. اهلا وسهلا فيك. اليوم اذا بدك تقرب الناخب الجزيني من المرشح الكاثوليكي ابن الساحل، يعني اليوم حضرتك بتمثل الساحل، شو بتقول لهم عن سليم انطوان خوري؟ سليم انطوان خوري ابن بلدة المحاربية بساحل منطقة جزين، حائز على شهادة دكتوراه بالصيدلة ومارس مهنة الصيدلة بصيدليته الخاصة، وبحاضر بمادة الفارماكولوجي ومادة الكيمستري بجامعة الجنان فرع صيدا. أنا منتمي لعائلة سياسية عريقة بالمنطقة، لها تاريخ طويل أكثر من 100 سنة، نحن ببيت عمره أكثر من 100 سنة، بوابه مفتوحة لأولاد المنطقة بكل الظروف وبكل المراحل. وهلا عم نخوض غمار الانتخابات النيابية بانتمائنا للتيار الوطني الحر اللي عم نخوض من خلاله الانتخابات النيابية بالقضاء. حضرتك ناجل النائب السابق الدكتور أنطوان خوري، بالدورة السابقة وقف التيار الوطني الحر بوجه تكتل رئيس مجلس النواب نبيبر وخسر بيك المعركة. اليوم منلاقيك عم تتخبى تحت جناح التيار ولحتى تفوز بالمعركة النيابية، شو اللي تغير عندك من ميلة؟ ومن ميلة تانية شو اللي تغير عند التيار حتى أخذ مرشح كان محسوب عن عدم الهدف؟ أنا شخصياً كان عندي عطول تواصل مع التيار الوطني الحر حتى بالفترات السابقة، ونحن ما كان عنا انعزال. يعني أنا تواصلي مع التيار الوطني الحر كان من صفوف الجامعة للمعارك النقابية وصولاً إلى العمل الانتخابي والميداني بمنطقة جزين. بالنسبة للحقبة السابقة، نعم نحن الوالد كان عنده تحالف مع دولة الرئيس بري من باب أنه عدم الانعزال، نحن عائلة مآمنة بالمشاركة وبالعيش المشترك بالجنوب، وكنا نحن مع التحالف الشيعي مش بس مع دولة الرئيس بري، نحن كنا كمان على علاقة وطيدة وما زلنا مع حزب الله اللي كان جزء من هاللايحة ومن هالتحالف هيدا. حضرتك معروف أنك ناجل دكتور أنطوان خوري، حضرته نائب سنبي خدم المنطقة بالطب، حفيد قال كان عام إلا تاريخها بالجزين. اليوم الشعب بيرفض الإقطاعية السياسية، يعني اليوم بيعتبر سليم خوري هو نجل نائب سنبي، وبذات الوقت كمان كان عام كانوا إلهم حصتهم بالنيابة. شو تعليقك على الموضوع؟ اليوم كيف بترد حضرتك وبتقلهم؟ انا بفتخر اني اكون لي نسب لعائله اعطت كثير للمنطقه، ان كان بساحل جزين او ان كان بمدينه جزين، ولكن انا اليوم طرحي منه كطرح اقطاعي عائلي، رغم انه نحن كآل خوري ما كنا اقطاعيين، يعني نحن ما فينا نقول نحن اقطاعيين، نحن طرحنا السياسي اليوم نحن طرحين حالنا من منطلق حزبي من انتسابنا للتيار الوطني الحر. حضرتك ابن صيدا، تنتخب بصيدا ومش بالمحاربية قضاء جزين، كيف تقدر اليوم تجيش الشعب الجزيني لينتخبك؟ بذات الوقت كان في اتهام للمرشح جاد صوايا انا حضرته منه من جزين، هل انتقاد بيطال حضرتك كمان؟ اول شيء اذا بدنا نحكي بالقانون وبالدستور، كل شخص له حق يترشح بالمنطقه اللي هو بلاقيها مناسبه، والناس هي بتحدد إذا في قبول لهالترشيح أو ما في قبول. بالنسبة لي شخصياً، نعم أنا نفوسي بمدينة صيدا، هالشي عائد لأنه جدي بفترة الأحصاء الدكتور سليم خوري كان برئاسة مستشفى صيدا الحكومة، وتم تسجيله كونه كان قاعد بقلب المستشفى وكان بوقتها ظروف صعبة، تم تسجيله بمدينة صيدا. بس نحن بيتنا هون صار له أكثر من 120 سنة وكل الناس بتعرف. في تعليق بيقول انه جاد صوايا نقل نفوسه، رجع رد جذوره ونقل نفوسه على تفرحونا، مثل ما بقول حضرته انه جذوره من تفرحونا رجع رد سجلنا على تفرحونا. حضرتك لليوم بعده سجلك صيدا؟ لانه انا بالنسبه لي هذا تفصيل منه مهم ابدا، بالنهايه التاريخ والانتماء بغض النظر عن هالتفصيل اللي بالنسبه لي هو ما له اهميه. حضرتك بتشارك بأداديس واحتفالات المطران إلي حداد بالمطرانية بصيدا؟ نعم. يعني كل أحد نشوف دكتور سليم خوري بصيدا، حتى اليوم تسمى مطرانية صيدا ودار القمر. وين بتكون جزين بالموضوع؟ وين؟ ما هي جزين ضمن صيدا ودار القمر، بس هذه تسميتها هي هيك تاريخيا. حضرتك اليوم عضو بالمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك، كيف عم تسعى لترد اعتبار جزين وتحطها على الصورة
مثل ما هو في سهل بدير الأمر، في سهل في منطقة اسمها جزين. لا هي جزين بالتسمية، مش إذا كانت مستثنى بالتسمية اللي محددتها البطريركية الروم الكاثوليك. يعني جزين ما إلها وجود بذهن المطران حداد أو بالأبرشية، بالعكس هي جزء أساسي، وهي جزء أساسي من اهتمامات سيدنا المطران حداد. بس أنا اللي بدي أقول لك بالنسبة للوضع الكاثوليكي بمنطقة جزين، هو عم بيعاني من وقت طويل. يعني نحن بالخمسينات وبالستينات كان في تهميش للمرشح الكاثوليكي بمنطقة جزين، وحتى في ناس بعدها لهلأ بتقول أنه المرشح الكاثوليكي بمنطقة جزين مهامه يقتصر بدفع فاتورة الانتخابات وبس. وهذه الشغلة نحن بنرفضها، بل بالعكس نحن بنعتبرها إهانة لكفاءاتنا ولحضورنا ولأوعادنا الشعبية. وهذا جزء من معركتنا اللي نحن كلنا سوا كروم كاثوليك. نحن منا طائفيين أو مذهبيين، ولكن ضمن النظام الطائفي نحن مضطرين أن نتعامل بهالطريقة لنحافظ مش بس على حقوقنا، على حقوق أولاد الطائفة. بالنسبة لوضع الطائفة بمنطقة جزين، نحن اللي عم نطالب فيه هو شغلة كتير بسيطة، هي المشاركة. يعني مثل ما نحن جزء أساسي من الرافعة الانتخابية اللي عم تتكون وقت الاستحقاقات الدستورية، نحن كمان مفروض نكون موجودين وقت الخيارات اللي بتمسنا أو بتمس المنطقة تكون عم تتاخد، نكون نحن شركة فيها دون ما نسمح لنفسنا نفرض خياراتنا على الآخرين. تعقيبا الحكي اللي كنت عم بتقوله حضرتك، بالحملة السابقة اعتبر عصام صلايا ممول الرئيس للحملة الانتخابية بجزين. شو اليوم بيدفع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل انه يختارك وما يختار غيرك لحتى يحل محل عصام صلايا؟ اليوم حزب التيار الوطني الحر صار له نظام داخلي، وبالنظام الداخلي تبع التيار في آلية معينة لاختيار المرشحين للانتخابات النيابية. من هالآلية هيدي هي مقسمة لثلاث مراحل، صارت تامة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، من خلالها تأهل ثلاث مرشحين، اثنين موارنة وواحد روم كاثوليك قد عدد المقاعد الموجودة بقضاء جزين. هلا أنا بعرف إنه الوزير باسيل هو حريص كتير على التأيد بهالآلية هيدي وبتنفيذ النظام بحذافيره. عشان هيك هي هالآلية هيدي هي اللي بالمرحلة النهائية رح تفرز وجه اللائحة اللي بدها تتكون. اعتبرت انه في آلية مقسمة لثلاث مراحل، نحن خدنا المرحلة الأولى خدنا المرحلة الثانية، بس في لحد اليوم بيعتبروا انه هول الاستفتاءات اللي عم بتصير منا موضوعية لسبب واحد، حضرتك اليوم فيك تحط انا طلعت الأول بالاستفتاءات، زاد الوقت عجيش حداد بحط على صفحته أنا الأول، زاد الوقت جات صوايا بحط وبيعتبر وبيأكد إنه هو الأقوى بجزين والاستفتاءات كانت لصالحه. صحيح عم نشوف كتير موجة إحصاءات عم تغزي القضاء من الساحل للجبل. بالنهاية نحن نتيجة المرحلة الثانية ما تمت على إحصاء نحن أجريناه، بل أجرته شركة بإشراف حزب التيار الوطني الحر. يعني ما كان إحصاء ممول أو بتأثر فيه بعض المرشحين، هو إحصاء أجرى حزب التيار. أما بالنسبة للإحصاءات اللي عم بتصير وعم تطلع كل يوم على وسائل التواصل، أكيد أنا بلاقي ما فيها كتير من الموضوعية، لأنه حتى الفروقات القليلة اللي عم بتبين وعم بتغنى فيها البعض، أنا برأيي هامش الخطأ اللي بالإحصاء عم بيكون هو أكبر بكتير من الفارق الصغير اللي عم ببين إذا كان صحيح. طب اليوم نسمع وبنقرأ أنه اعتبرت جريدة الأخبار باستطلاع الرأي حدث لك بتجي بالمرتبة الثالثة بعد المرشحين جات صلايا أول عجاج حداد تاني. ما عم بقول لك الفرق كتير قليل، يعني الفرق كتير قليل، وما بعرف خلفية الشركة هيدي اللي أجرت الإحصاء شو الخلفية تبعها. يعني الفرق اللي مبين منه كافي لتقدر تبني أنت معركة انتخابية بقضاء جزين وتعمل إكستراكوليشن على 30 أو 40 ألف ناخب اللي حتتوجهوا على صناديق الاقتراع. شو تعليقك على الاجتماعات المتكررة لجد صوايا أمل أبو زيد وجاع عزيز؟ هل هيدا الشيء نعتبر أنه التيار الوطني الحر عطى ضوء أخضر لجد صوايا وضوء أحمر لسليم خوري؟ أنا مثل ما قلت لك نحن جماعة ملتزمين حزبيا ومؤمنين بنظام الحزب وبالآلية المتبعة لاختيار المرشحين. هلا نحن مثل ما كنا ناطرين بفارغ الصبر نتائج المرحلة الثانية، نحن ناطرين نتائج المرحلة الثالثة. طب العالم اليوم بتتساءل إذا ما أخذ التيار الوطني الحر سليم خوري على لائحته، هل حيخوض المعركة الانتخابية؟ أنا لحط كل طاقاتي لإنجاح لائحة التيار بمنطقة جزين. طيب
في البعض بيقول اليوم انه اوكي اللي ما بتخذ على لائحه التيار حيكون من التيار منشق عن التيار وحيشكله لائحه هي كمان تيار وطني حر بس منشقه عن القياده العليا. ما بتصور رح يكون في لائحه من اللي بتسميهم انت منشقين، يعني بقضاء جسيم ما في منشقين عن التيار الوطني الحر، في ملتزمين بالتيار الوطني الحر. بتصور بسمح لنفسي احكي عنهم كمان واكد انه ما حدا رح يشكل لائحه بوجه لائحه التيار الوطني الحر. هلا هيدي بتصير مثل رده فعل على كلام عم ينساق بالمنطقه، يعني مثلا شخص بحب سليم كوري او بايد سليم كوري بتقولي له اول مره مرشحك طاير برا جاي محله اكس، اول مره بيبلع ثاني مره بيبلع ثالث مره بقول لك نحن بدنا نشكل لائحه، بس لا هو الفعل صحيح ولا رده الفعل. ناخذ المعركه بمعركه نسائيه، شو تعليقك على الكتله النسائيه اليوم يلي بتطالب انه يكون لها اقل 30 نائب بالمجلس النيابي، هل انت بتوافق على هذا الطرح ام عندك تعليق؟ انا ما كثير بحبس فكره الكوتا، انه وقت تحطي كوتا لموضوع معين كانه انت عم بتحجميه بهالحجم هيدا. انا برايي انه الساحه المفروض تكون مفتوحه للجميع، وانا بشجع المراه انه تخوض غمار السياسه والاعلام وكل المجالات لانه في كفاءات فيها تبرع بكل المناصب. البعض بيعتبر انه اطلالاتك الاعلاميه خجولي، يعني اذا 2-3 ماكسيموم، هل هو خوف ام هو حضرتك بتحب تضلك بعيد عن الاضواء؟ انا بحب اقول الكلمه بوقتها المناسب، يعني ما بحب اتسرع بالامور، يعني حتى مثلا بتحكي عن شق الانتخابات النيابيه، يوم نحن عم نحكي عن انتخابات بعد ما عارفين لا شو القانون ولا شو النظام الانتخابي ولا شو الدائره الانتخابيه ولا موعد الانتخابات، فعشان هيك انا بامن انه الكلمه اللي بدها تنقال المفروض تكون تنقال بوقتها وبمحلها. نكون واضحين، لحد اليوم ما في قانون انتخاب، 15 ايار رح تخلص من هيدا التمديد اللي كان مطروح، صار رح يرجع على الافق وصار بجو انه في اعاده تمديد. صار في كثير طروحات انتخابيه، كل يوم بيطلع حدا، كل يوم بيطلع حزب، كل يوم بيطلع تيار، بيطلع رئيس بيقول انه انا اليوم عندي اقتراح لقانون الانتخاب، ولحد اللحظه بعد ما في اتفاق على ولا اي قانون. امبارح عم بيطلع بطرك ماروني بطريرك الراعي بيقول انه شو بيأثر اذا صار الانتخاب على قانون الستين افضل من الفراغ. لحتى اليوم لو شو ما كان هذا قانون الانتخاب سليم الكوري رح يخوض غمار المعركه النيابيه ولا لا؟ هلا برجع بقول لك حسب القانون ترتفع حظوظ بعض المرشحين وتنخفض حظوظ مرشحين اخرين، فما فينا نقول نحن ايه على عماها خايضين المعركه الانتخابيه وبعد مش عارفين الدائره الانتخابيه اللي بدنا نخوض فيها المعركه، مع انه انا شخصيا اذا بتسالي رايي انا ضد الانعزال، يعني انا بحب وجه خطاب السياسي لكل شرائح المجتمع ولمنطقه تكون واسعه يكون في تواصل مع كثير اطراف ثانيه. ولكن في بعض منهم بيعتبر انه القانون التاهيلي هو بيسمح للناخب الطائفي يختار مرشحه، بعكس اللي صاير بالقانون الستين، لانه اليوم بمنطقه جزين البعض بيعتبر انه الناخب الشيعي هو يلي بينتخب النواب المسيحيه، بغض النظر إذا ناخب المسيح عم ينتخب ولا لا، لأنه كفة الميزان حتروح لناخب الشيعي بقضاء جزين. أيه هلا بقضاء جزين في احنا عندنا جبل الريحان جزء لا يتجزأ من منطقة جزين وهو لأهلنا وإخواتنا ولازم ناخذ برأيهم كمان، يعني في رأينا وفي رأيهم مفروض نحن نكون ونحن على تواصل معهم، بالنهاية لهم حق يعبروا عن رأيهم بالاتجاه اللي بلاقوه مناسب، يعني احنا ما فينا نحرمهم الحق كمان انه يكونوا مشاركين بالخيار نواب بقضاء جزين، لأنه هن جزء لا يتجزأ من القضاء. رح نروح من الشق السياسي لننتقل للإنماء والمشروع الانتخابي. حتى اليوم العالم ناطرة تعرف شو مشروع سليم الكوري الانتخابي. حضرتك عطيت مثل رؤوس أقلام وقلت بعدين أنا بحكي عن الموضوع بتفاصيله. اليوم شو بيقدر يقلنا سليم الكوري عن المشروع؟ نحن الهاجس اللي عنا إياه الأساسي بالمنطقة خاصة كجيل شباب انه نحن المنطقة عم تفقد من اهلها، نحن بنزف مستمر. طموحنا نعمل هجرة معاكسة، يعني هالجيل الشباب اللي فل نخليه يرجع على ضيعته على منطقته يرجع يحيي كراه. بس العودة بدها مقومات، وانا بالنسبة لي برأيي فرص العمل هي الأساس، خلق فرص العمل. بدك تقولي لي كيف؟
بقول لك في مبادرات كثير ناس مبادرات فرديه قاموا فيها مشكوره، بس بالنهايه ما فيك تغيب دور الدوله بهالموضوع، لانه هي لها الدور الاساسي وهي لها الامكانيات اللي ما حدا على الصعيد الشخصي بيقدر يامنها. فكره كثير بسيطه، انا برايي لازم نشتغل مع التكتلات النيابيه ليصير في اقرار لمشاريع قوانين بالمجلس تعطي حوافز للمؤسسات او الشركات اللي بتنقل مكاتبها من المدن على الارياف، ونحن هون بنكون عنا افضليه بمنطقه جزين، لانه نحن دجا عنا بنى تحتيه جيده، عنا كهرباء لا باس فيها، عنا مياه، عنا طرقات، مع بعض المشاكل ببعض القرى بس بشكل عام البنى التحتيه وضعها جيد، فنحن بيكون وضعنا عنا افانتاج على المناطق الاخرى انه نقدر نستقطب هالمؤسسات اللي بدها تطلع من المدينه لتستفيد من دعم من الدوله او من اعفاءات ضريبيه معينه. إذا بدك تحكي كمان فينا نحكي عن الزراعة، الزراعة موضوع مهمل بكل لبنان، وأنا بناشد وزارة الزراعة أن تخلق أسواق للتصدير بشكل كتير سريع، يعني نحن عنا كتير مواسم عم تتلف خاصة منطقة جزين، إذا بدنا نحكي عن التفاح أو بدنا نحكي نحن بساحل جزين، مع إنه بينتقدونا إنه بنحكي كتير عن ساحل جزين. هلا أنت الطعام الشخص الوحيد اللي له ما لا عشان هيك يعني فنحن عنا كمان موضوع الأكاديمي بساحل جزين، هذا موضوع بده رعاية، نحن موعودين من كتير ناس بالقضاء خاصة الأستاذ خليل حرفوش بمشروع للأكاديمي وإن شاء الله بيوفي بوعده قريبا. اليوم بنسمع إنه الشباب المسيحي عم يترك أرضه مثل ما سبق وحكيت، نحكي عن الشباب المسيحي لأنه هو يعني عم ببيع أرضه عم يجي يسكن محله المسلم، كيف عم تسعى لحتى يبقى هذا الشاب المسيحي هون وبذات الوقت عم يسعى انه هو يشتري شقفة ارض مش شقة ببيروت بمبلغ خيالي بوقت انه هو قادر يعمر بارضه بس لانه عم يلحق رزقته او عم بيهاجر لبرا؟ انا بتصور عطيت المثل انه انا رجعت على ارض استقريت بضيعتي عمرت بضيعتي عملت شغلي بمنطقتي، وانا بدعي كل اللي قادر الشباب من جيلي انه يتفضل على المنطقه ونحن ايدنا بايده بهالموضوع هذا، ونحن مستعدين نساعده بالشيء اللي هو ممكن يحتاجه. هلا كل شخص فيه له متطلبات خاصه، بس قلت لك بشكل عام نحن خلق فرص العمل من خلال التشريع، عندك كمان دعم الزراعه، عندك كمان اللي هي اللي بده يقعد هون بده يكون في عنده امان صحي، بدنا نشتغل على توفير الامان الصحي بالمنطقه. تصور مستشفى جزين بحاجه لدم جديد ولميزانيه محترمه اللي يقدر يعبي الشواغر بال، ولكن امبارح كان وزير الصحه حصباني كان عم بيقول انه امن تمويل كافي للقطاع الصحي بلبنان، يعني اما التمويل الدولي. نتمنى يكون في حصه محترمه لمستشفى جزين ولقضاء جزين. اليوم اذا ناخذ الجزين حابب يطلع على انجازات الدكتور سليم خوري، رح يتوجه اولا لضيعته المحاربه ليشوف سلطه او شو مساهم دكتور سليم بالضيعه، رغم هذا الشيء رح يلاقي في اهمال وركود وفي نزوح بشري من ضيعته من قريه المحاربيه باتجاه بيروت او الهجره. يعني بالنهاية المحاربية منا جزيرة معزولة عن قضاء جزين أو عن المنطقة، يعني مثل ما عم بيصيب كل القضاء عم بيصيب هالضيعة هيدي، يعني بالنهاية ما في حدا يستقر إذا ما عنده فرصة عمل، إذا ما عنده مقومات ليقدر يستقر. نعرف حضرتك على احتكاك دايم مع العالم، تسمع شكواهم هون بتعرف شو وجعهم اليوم شو اللي مضايقهم لحتى اليوم، كيف اشتغل سليم خوري حتى يخفف وطئة العباءة؟ يعني أنا ضمن علاقاتي الشخصية عم حاول لبي قد ما بقدر من المتطلبات، بس بالنهاية أنا مني بالسلطة، يعني كلمتي منا مسموعة قد كلمة نائب أو وزير أو شخص عنده منصب، أنا بالنهاية عم بستغل علاقاتي الشخصية وصداقاتي لحتى أقدر لبي الكم الأكبر من الطلبات. علاقتك بيعتبروها جيدة مع الحريري؟ أنا علاقتي جيدة مع كل الأطراف على الساحة السنية أو الصيدوية مش بس مع أهل الحرير. طيب شو رأيك اليوم بالضرائب المطروحة على الشعب اللبناني وبسلسلة الرتب والرواتب؟ بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب أنا برأيي هذا حق مكتسب لكل الموظفين ولكل العاملين، وهذا شيء لازم ينبت بأسرع وقت، بس كمان ما بدنا نتخبى بخيل إصبعنا، هالمبالغ هيدي مفروض تتأمن
من مكان ما لتغطية هالكلفة هاي. أنا إذا بتاخذ رأيي الشخصي، أنا مع تجميد السلسلة فترة قصيرة، لكن هالعهد الجديد رجع أعاد هيكلة الدولة وحد من الفساد، لحتى تجي إذا بتقولي له للمواطن أنا بدي زيد عدد قليل من الضرائب، يقدر المواطن يتقبل هالموضوع هيدا، لأنه فكرة زيادة الضرائب كان في إلى رفض كتير واسع من كل شرائح المجتمع، حتى من مناصري الأحزاب اللي كانت بمحل معين مأيدة أو طارحة هالزيادات هيدي. فأنا رأيي مفروض تتهيكل الدولة قبل تنحد من الفساد قبل ما نحكي بزيادة الضرائب. آخر كلمة معقول ترجعها للناخب الجزيني؟ أنا بدي أقول له للناخب الجزيني ما يتاخد بالتضليل وبالإشاعات، يضل متماسك يحكم ضميره ويقول كلمته، لأنه هي كلمة الفصل وهي بتحدد مستقبله ومستقبل منطقته.